تحملي هاللفتين والله بيعافيكي بعدها. ولا مالك سمار، ساوي فنجان قهوه لخالتك ام تيسير قوام، رح يجننوني هدول الاثنين، رح يجيبوا اجلي. شايفه بنتي عامله علي رقوب بالمطبخ وادانا معنا. طولي بالك ام احمد، طولي بالي، كل الاولاد صايرين صعبين بهالايام، ومهما عملتي قدامهم ما بتخلصي. بس بدك الحقيقه، انت زودتيها شويه، كنتي من الاول لا توافقي على جوازه بسرعه، انت حددتي المواعيد وتركتي له كلمه. حاجتي حاجتي ام تيسير، يلا. اخ انا ردت هالتاجيل ام تيسير، انا ردته. انت بتعرفي البير وغطا، لو بتشوفي امبارح شلون انقلبت صحنته ورجفوا شفايفه لما قلت له نشيل العجله. يعني ما عدتي وحددتي وقت؟ قلت له ان شاء الله الخميس اللي جاي، عم بدل ما يقول لي كتر خيرك مرت عمي وشكرا، نط على اجر وحده وبشه على باب الصغار اللي هو طالع لنشوف، وطبق الباب شو طبقه رح يوقعوا. كان بقول لك من جكري من عملته هي نكايا فيه، ما رح اساوي له العرس الخميس اللي جاي. القهوة امي؟ ان شاء الله دايمه يا ام احمد. صحتين ام تيسير. شلون شايفتي لي راسك مو احسن؟ كان كبير صار صغير بضل. لا مو معقول، بكن تقبريني بكن. انت قبل ما تنامي اشربي لك كاسه مليسه مع شويه شبشيل درة، هي بتغسل البدن غسل. اذا ما في عندك انا ميبسه عندي ببعت لك شوي. لا انا عندي كمان مليسه وشبشيل درة وحبه حلوه، اذا بدك لعطيك منهم. تبي بتبعتي لي شوي. هلا قولي لي شو عدتي ساويتي مشان البيت؟ رح تشاركي ابو وصفي؟ يا ام تيسير ما بعرف، قلبي نائزني وبدي بيت استخاره. هي الشغله اذا زبطت فيها منفعه، بشتري بيت وبيزيد معي قرشين بشغل فيهم ابني احمد، اللي عم يجيبوا له اولاد مع معاش المرحوم ما عم يكفي مصروف 10 ايام. صدقيني صدقيني ام تيسير، ما معي ولا قرش لساعد غفله.